مساء الخير. موج فيلم وثائقي أنيميشن للمخرج المصري أحمد نور، منتابع سوا دايماً ضمن أسبوع أفاق السينما. من أكتر من 30 سنة العرافة بصت في عين مبارك وقالت له خد بالك نهايتك حتكون في السويس. وفي 25 يناير انطلقت شرارة الثورة من السويس اللي اضاف لألقابها الكثيرة لقب جديد، شعلة الثورة المصرية. في مدينة السويس الاستثنائية ولدت ثورة يناير المصرية، وفيها تدور أحداث الفيلم الذي يدعون من خلاله المخرج ابن مدينة السويس أحمد نور البالغ من العمر 30 عاما إلى مشاركته في نظرة شخصية تأملية لخمس فترات من حياته الشخصية وحياة المدينة. يروي المخرج الفيلم بصوته مستعينا بمزيج خاص جدا من مشاهد الرسوم المتحركة والمواد الأرشيفية والمشاهد المصورة بجمالية شعرية. الصناعة المصرية معروفة أنه ما بتستعين بحدا، يعني هي لوحدها كافية أنها تقوم بإنتاج فيلم. ليش أنت حبيت تتعامل مع ناس من المغرب، من لبنان ومن سوريا؟ هو الفيلم مش معمول برضو بطريقة الصناعة المصرية التجارية العادية، هو معمول بشكل شوية أقرب للأندرجراوند، يعني إنه أنا بروديوسر بتاع الفيلم، وأنا اللي كان لازم أدور على فلوس، وكان لازم ألاقي ناس تشاركني الاهتمام بده. وشوية في مصر زي في كل الأماكن صعب إن تلاقي حد يدعمك من الأول. خلال أفاق كيف ساعدوك؟ لا أفاق ساعدوني كتير الحقيقة. في الأول هم عملوا حاجة مهمة جدا للفيلم، إن هم كانوا أول فند أو أول جهة تدي جرانت للفيلم، ودي بتبقى طبعا أصعب جرانت لأنه بعد كده بتبقى أسهل. فهم يعتبروا من أوائل الناس اللي هم أمنوا بالفيلم وادوله جرانت، وكمان عملوا فولو أب طول الوقت يشوفوا ايه اللي بيحصل. فهم قدموا دعم مادي ومعنوي. هل الانيماسيون او الانيميشن، خبرنا اكتر عنه. الانيميشن جوه الفيلم هو بيتعرض لفتره في طفولتي وبعدين تطور المدينه بعد كده. والانيميشن هو يعتبر من يعني جزء اساسي جدا في الفيلم، لانه بيساعد انك تبلغي وانك تقدمي وجهه نظرك بشكل اكبر، وانك حاجات ما تقدريش تعمليها باي تكنيك تاني غير الانيميشن. ورغم صعوبته وتكلفته العاليه، بس يعني انا بصراحه حبيت انه وين صار التنفيذ والانيميشن؟ في جزء في المغرب وجزء في فرنسا وجزء في سوريا. يقودنا الفيلم في رحله تامليه عبر موجاته المتعدده التي نكتشف من خلالها كثيرا عن البناء الفكري والنفسي للجيل المصري الجديد والملقب عاده بجيل الثوره، ونشاركه في محاولات إعادة النظر والتأمل في بعض الأحداث والحقائق الخاصة بتاريخ مصر القريب والبعيد. سيمو هابر، نحن معودين عليك مخرج، ولكن مع أحمد نور كنت أديتر على الفيلم يلي هو كان غريب شوي لأنه كان فيه أنيميشن كمان. أول شيء اللي حبيته أكتر شيء قبل ما بلش منتج، التقيت بنور بأحمد أنا بدبي بمهرجان دبي، وكان وقتها بلش عم بيشتغل شوي على الفيلم، فجينا شوية رشز تريلر عن الفيلم. اللي حبيت فيه هي المقاربة اللي كان أخدها أحمد للموضوع يلي كان عم يجرب يحكي عنه، وخاصة أنه كمان كان عم بفكر من وقتها أنه يخلط فيه شوية أنيميشن لحتى يخلط بين الواقع والحلم، ويحكي عن فترة كمان ماضية من طفولته من خلال هيدا الأنيميشن. فاتفقنا كتير مع بعضنا ولقينا أنه أفكارنا كتير متقاربة لبعض، وقررت أنه أشتغل معه على المونتاج تبع الفيلم. من سينما متروبوليس وفيل الأشرفية، دارين شاهين، قناة الجديد. منعت تصور كليباتها مع رجال، فقررت تصور كليبها الأخير مع ريهانا. وشو كليب؟ خلينا نشوف. كشفت النجمة العالمية شاكيرا أن حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه لا يسمح لها بتقديم كليبات مع رجال، فقدمت كليب مع الفنانة ريهانا.
وقالت شاكيرا في حوارها مع مجلة بيلبورد إن بيكي شديد الدفاع عن ممتلكاته، ولأنه ما عاد يسمح لي بتقديم كليبات مع رجال كان علي أن أقدم أعمالي الفنية مع النساء. وأضافت أصبح من المفهوم ضمنيا في علاقتنا أنه لا يمكنني تقديم كليبات كما كنت أفعل في الماضي. وتابعت لأمر خارج المناقشة وهو ما يعجبني بالمناسبة، أحب أنه يحمي ممتلكاته ويقدرني حتى أنه لن يسمح لأي شخص بأن يمس جسدي إلا ريهانا. Wind, my brothers of sacrifice. A wind of freedom. A wind of justice. A wind of vengeance. احتل فيلم 300 Rise of an Empire الجديد الصدارة على لائحة إيرادات السينما الأمريكية. وذكر شباك التذاكر الأمريكي موجو أن فيلم 300 صعود إمبراطورية حل في المركز الأول بين الأفلام المعروضة بالولايات المتحدة، وبلغت إيراداته في الأسبوع الأول من عرضه أكثر من 45 مليون دولار. التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة آن هاثوي أمس على شاطئ ميامي. آن كانت بمرافقة زوجها مصمم المجوهرات آدم شولمان، ومع أن الثنائي تزوج منذ 17 شهراً فقد بدوا وكأنهما في شهر العسل، حيث تبادلا القبل وقضيا لحظات رومانسية. هيدي كانت نشرتنا الفنية، أنا برجع بلاقيكم بكرة. باي.